بسم الله الرحمن الرحيم. معاك الأستاذة الدكتورة سماسم. إن شاء الله أنا هبدأ محاضرات القوائم المالية المجمعة في محاسبة متوسطة 2، نظرا طبعا للظروف اللي احنا بنمر بيها. فإن شاء الله بإذن الله المحاضرات هتبقى موحدة للمجموعات الأربعة، مجموعة 1 و2 و3 و4، انتظام وانتسام. القوائم المالية المجمعة عشان أنا إن شاء الله نتناولها، هناخد عندي في تاريخ الاستحواذ وفي تاريخ لاحق للاستحواذ. طبعا القوائم المالية المجمعة دي نتيجة استحواذ شراء شركة لكل أو غالبية أسهم ملكية شركة أخرى، بس كل شركة منهم بتبقى مستقلة قانونيا ومحاسبيا. طب تمن الشراء ده بيعالج ايه؟ بيعالج استثمار مالي طويل الاجل من ضمن اصول المشتريه. ان شاء الله هنشوف اسم وحساب استثمارات في شركه اللي هي في شركه تابعه. في حاله امتلاك الشركه المشتريه لاكثر من 50% من اسهم الشركه البائعه، بتسمى الشركه البائعه شركه تابعه، والشركه المشتريه بتسمى شركه قابضه. في الحالات دي بتلتزم الشركة القابضة بإعداد قوائم مالية موحدة بتضم فيها شركاتها التابعة. ممكن تكون سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة سيطرة كاملة، يعني بنسبة 100%، أو ممكن تكون سيطرة جزئية. بموجب السيطرة الكاملة للشركة القابضة على الشركة التابعة، تظل الشركة التابعة قائمة ولا تزول، وبتزاول نشاطها وبتعد قائمة في نهاية الفترة المالية. وفي آخر الفترة المالية بيتم إعداد قوائم مالية موحدة بالإضافة إلى القوائم اللي بيتم إعدادها في تاريخ السيطرة أو تاريخ الاستحواذ. القوائم المالية الموحدة دي عبارة عن قائمة دخل موحدة، قائمة أرباح محتجزة موحدة، وقائمة مركز مالي أو ميزانية موحدة. بتجمع الإيرادات والمصروفات وأصول والالتزامات كل من الشركة القابضة والتابعة. وفي الحالة دي بيحصل حاجة اسمها استبعاد أو تسوية للعملات المتبادلة والأرصدة المقابلة، واللي احنا نشوف إن شاء الله البعض منها لما نحل الحالات العملية. التشريعات القانونية والمعالجات المحاسبية وفقا للمعايير المحاسبية تؤثر على إعداد القوائم المالية الموحدة في تاريخ الاستحواذ أو تاريخ الاندماج، خاصة في حالة وجود شركة تابعة في دولة أخرى غير دولة الشركة القابضة. وزي ما قلنا إن نسبة ملكية الشركة القابضة في الشركة التابعة قد تكون 100% أو أقل من 100%، لكن أكبر من 50%. لكن في الحالة الأخيرة بترتب عليها حاجة اسمها حقوق إقلية. طب هنبدأ بالمعالجة المحاسبية في تاريخ الاستحواذ وفقا لطريقة الشراء. عشان نعمل قوائم مالية مجمعة أو موحدة، بنبدأ بأول حاجة بنحدد تكلفة شراء الشركة المندمجة، ودي عبارة عن التكاليف المباشرة المرتبطة بتنفيذ عملية الاندماج أو الاستحواذ، والقيمة العادلة لصافي أصول الشركة المندمجة. قد تكون قيمة سوقية، قد تكون قيمة الجارية. وبعدين بنعالج الفرق ما بين تكلفة الشراء والقيمة العادلة لصافي أصول الشركة المندمجة. الفرق ما بين تكلفة الشراء والقيمة العادلة لصافي أصول الشركة التابعة بيتمثل في شهرة موجبة. إمتى تكون في شهرة موجبة؟ لما تزيد تكلفة الشراء عن القيمة العادلة لصافي أصول الشركة التابعة. طيب ممكن يكون برضو في شهرة سالبة. امتى تكون الشهرة السالبة؟ لما تبقى تكلفة الشراء أقل من القيمة العادلة لصافي الأصول. بنوزعها الشهرة السالبة على بنود الأصول غير المتداولة لتخفيضها، وده هنبقى نشوفه ان شاء الله من خلال الحالات العمليه. طب الشهره بقى سواء كانت سالبه او موجبه بتستهلك على مدار عده فترات مستقبليه. دلوقتي هنبدأ نشوف
إعداد قوائم مجمعة في تاريخ الاستحواذ في حالة السيطرة الكاملة. الاحتمال الأولاني حالة وجود شهرة منجبة. بيقول لي في 1/1/2012 اشترت شركة الأمل القابضة 100% من صافي أصول شركة التفوق التابعة بمبلغ 2,200,000 جنيه نقطا، وسددت نقدا 100,000 جنيه تكاليف مباشرة للاندماج. وتوفرت البيانات التالية، جايب لي قائمة مركز مالي لشركة الأمل اللي هي تعتبر بالنسبة لنا شركة قابضة، القيمة الدفترية لأصولها والتزاماتها وحقوق الملكية، وشركة التفوق القيمة الدفترية والقيم الجارية. قال لي أول حاجة مطلوب إثبات قيود اللازمة للاندماج، تاني حاجة تصوير ورقة العمل. قبل ما أبدأ أعمل القيود وأصور ورقة العمل، بيهمني في تمهيد هنا حسابي أطلع قيمة الشهرة، وهل هي شهرة منجبة أو شهرة سالبة. عشان أطلع الشهرة بيبقى عندي أول حاجة بشوف تكلفة الشراء. تكلفة الشراء عندي اشترت نقدا بمبلغ 2,200,000، كان في تكاليف اندماج مباشرة 100,000، إذا تكلفة الشراء عندي 2,300,000. حتى اطلع صافي اصول الشركه التابعه بالقيم اللي عندي اللي هي الجاريه مش الدفتريه، بحط الاصول واحط الخصوم واطرحهم من بعض، يديني صافي اصول الشركه التابعه عندي هنا اللي هي شركه التفوق. ابدا اطلع الشهره. الشهره عباره عن تكلفه الشراء ناقص صافي اصول الشركه التابعه. تكلفه الشراء 2,300,000، صافي اصول الشركه التابعه 2,000,000، اذا هنا في شهره موجبه ب 300,000. ابدا بعد كده اعمل القيود في دفاتر شركه الامل، هم قيدين اللي هم اثبات الشراء. اول حاجه بمبلغ الشراء النقدي 2,200,000 هيكون حساب الاستثمارات في شركه التفوق مدين بيها، وحساب النقديه داين. تاني حاجه تكاليف الاندماج المباشره، برضو حساب الاستثمارات بيبقى مدين بيها اللي هي 100,000، وحساب النقديه داين 100,000. بعد ما خلصت القيود أبدأ أعمل ورقة العمل. ورقة العمل يستجد فيها عندي من ضمن أصول شركة الأمل في حساب جديد اسمه حساب الاستثمارات في شركة التفوق، مقداره 2,300,000. أخلي في اعتباري أن النقدية نقصت بالمقدار دوت، يبقى عندي هنا في تعديل في أصول شركة الأمل، إضافة أصل جديد اللي هو حساب الاستثمارات في شركة التفوق، وحساب النقدية هيتعدى. احط اصول شركه الامل الباقيه زي ما هي عندي في التمرين، اما اصول شركه التفوق احطها بالقيم الجاريه. يبقى ادي الاصول، واحط مجموع الاصول شركه الامل واصول شركه التفوق. وبعدين عندي في خانه للتسويه، خانه للتسويات ديت لو كان في حاجه جديده بتستجد بعملها، حاجه موجوده بستبعدها بحاول استبعدها. عندي هنا حساب استثمارات في شركه التفوق لأغراض إعداد القائمة المجمعة، قائمة المركز المالي المجمع بستبعده في خانة التسويات لأنه يعتبر من أصول شركة الأمل ولا يعتبر أصول القائمة الموحدة. في أصل استجد جديد اللي هو الشهرة المجابة بحطه في خانة التسويات ونزله في القائمة المجمعة، يبقى إذن هو عكس حساب الاستثمارات، لا يعتبر من أصل من أصول شركة الأمل ولكنه يعتبر أصول من القائمة الموحدة. حط بقى اجمع اصول شركة الامل الباقية مع اصول شركة التفوق، واحط في قائمة المركز المالي المجمع، ويديني المجموع 16,200,000. ابدأ احط الالتزامات او خصوم حقوق الملكية. عندي هنا الدائنون والسندات زي ما هي بتاعت شركة الامل، لكن شركة التفوق بنقلها بالقيم الجارية واجمعهم احطهم يعتبروا خصوم الموحدة. رأس مال الاسهم وارباح محتجزة ده حقوق ملكية الشركة الام بنقله زي ما هو، حقوق ملكية شركة التفوق هنقله زي ما هو. لأغراض اعداد القائمة المجمع بستبعد حقوق ملكية الشركة التابعة اللي هي شركة التفوق. إذا اللي بيعتبر من ضمن حقوق ملكية القائمة المجمعة هي حقوق ملكية الأم بس. لو احنا ماشيين صح يبقى عندي هنا هجمع الخصوم والحقوق الملكية هيديني 16,200,000 نفس المجموع اللي فوق.
الحالة التانية عندي بيقول لي في واحد اتفق مساهم الشركة سين على الاندماج في الشركة صاد، تنازلوا عن كل أسهم مقابل مبلغ 1,000,000 جنيه نقدا، وأن تقوم الشركة صاد بإصدار أسهم جديدة مقدارها 10,000 سهم، قيمة إسمية للسهم 50 جنيه وقيمة سوقية 90 جنيه، وتم سداد مبلغ 150,000 نقدا تكاليف مباشرة لعملية الاندماج، وتكاليف إصدار أسهم بمبلغ 50,000 جنيه نقدا، وتوفرت بنات تلافة جايب لي للشركة سين، اللي هي تعتبر بالنسبة لنا هنا الشركة التابعة، بالنسبة لنا الشركة التابعة هنا أرصدة ليها، وبيقول لي توفرت بيانات التالية لأصول الشركة سين بقيمة سوقية، وجايب لي برضو القيم السوقية لأصول الشركة التابعة. المطلوب تحديد تكلفة الشراء والشراء إن وجدت، وإجراء القيود اللازمة لإثبات عملية الاستحواذ. بنبدأ أول حاجة بنطلع زي ما قلنا قبل كده تكلفة الشراء. تكلفة الشراء هنا في جزء نقدي وجزء عن طريق إصدار أسهم. لما بطلع قيمة الأسهم بطلعها بالقيمة السوقية وأجمع عليهم تكاليف الاندماج المباشرة، يديني تكلفة الشراء 2,050,000. صافي أصول الشركة التابعة لو أنا طبقت اللي انا قلته في الحاله اللي فاتت، الاصول والخصوم بالقيم عندي السوقيه، هيطلع لي هنا تكلفه الشراء اقل، فاذا في شهره سالب. ابدا اعمل القيود، هلاقي ان الحساب الاستثمارات في شركه تابعه مدين. مدين بكام؟ اول حاجه راس مال الاسهم، طبعا احنا عارفين حساب راس مال الاسهم بيبقى دايما بالقيمه الاسميه اللي هي 10,000 سهم في 50 جنيه للسهم. وبعدين عندي الفرق بين القيمه الاسميه والقيمه السوقيه في عدد الاسهم بتروح لحساب علاوه الاصدار، وعندي فيه طبعا في مبلغ 1,000,000 نقدا. اذا كل ال 500,000 زائد 400,000 زائد 1,000,000 يديني 1,900,000 حساب الاستثمارات في الشركه التابعه مدينه. تاني قيد حساب الاستثمارات في الشركه التابعه يكون مدين بتكاليف الاندماج المباشره، وحساب علاوه الاصدار هتكون مدينه بال تكاليف اندماج غير المباشرة، أما حساب النقدية هيبقى داين بمبلغ وهو 200,000. بالنسبة للشهرة السالبة اللي احنا طلعناها 70,000 ما بتظهرش في دفاتر الشركة صاد، لكن بنخفض قيم الأصول غير المتداولة طويلة الأجل بمقدارها حسب الوزن النسبي، فيما عدا طبعا الاستثمارات في أوراق مالية. بشوف عندي الأصول اللي هي طويلة الأجل، أراضي، مباني، آلات، القيم السوقية بتاعتها بحطها اجمعها، هيطلع المجموع عندي 2,000,000 جنيه. نسبة كل بند للمجموع بجيبها، بتطلع الاراضي 50%، المباني 15%، الالات 35%. اذا مقدار التخفيض بحط عندي 70,000 اضربها في 50% يديني 35,000، اضربها في 15% 10 يديني 10,500 للمباني، اضربها في 24 في 35% يديني 24,500 للالات. بعد كده اجيب التكلفة المعدلة لكل اصل من الاصول طويلة الاجل. الاراضي عندي 1,000,000 ناقص 35,000 يديني قيد التكلفة المعدلة بتاعتها، وهكذا. يبقى كده انا عالجت الشهرة السالبة من خلال ان انا وزعتها على قيم الاصول غير المتداولة طويلة الاجل، خفضت طبعا بيها القيم بتاعتها. دلوقتي احنا خلصنا الاعداد قوائم المجمعة في تاريخ الاستحواذ في حالة السيطرة الكاملة. بنكمل بقى في برضو في تاريخ الاستحواذ في حالة السيطرة الجزئية. واحنا قلنا ان السيطرة الجزئية امتى تكون؟ لما تسيطر الشركة القابضة على الشركة التابعة او تستحوذ عليها بنسبة تزيد عن 50% وتقل عن 100%. في الحالة دي طبعا بيكون للشركة القابضة القدرة على التأثير على السياسات الخاصة بالشركة التابعة. بترتب على كده وجود حقوق لفئة بتطلق عليها حقوق الأقلية. هنشوف الحالة اللي بنطبقها على السيطرة الجزئية. بيقول لي في 1/1/2013 اشترت شركة نور 80% من أسهم شركة الطلائع بمبلغ 3,000,000 جنيه نقدا، وسددت مصاريف عمولات بلغت 60,000 جنيه بالإضافة إلى مبلغ 80,000 جنيه لموظفي شركة النور مقابل اشتراكهم في تحليل وتجهيز بيانات شركة الطلائع.
وتوفرت البيانات التالية. جاب لي طبعا قيمة دفترية لشركة النور اللي هي الشركة القابضة، قيمة دفترية والقيمة الجارية لشركة الطلائع اللي هي الشركة التابعة. هنبدأ طبعا، هو طالب الإثبات للاستثمار وطالب تصوير ورقة العمل. اتفقنا إن احنا قبل ما أعمل القيود وقبل ما أعمل ورقة العمل ببدأ أول حاجة أحسب الشهر. لو أنا حسبت عندي تكاليف الاستثمار هلاقي إن عندي تكاليف الاستثمار 3 مليون جنيه زائد 60 ألف يديني 3 مليون و60 ألف. بطرح منها صافي أصول الشركة التابعة بالقيم العادلة اللي هي شركة الطلائع. لو أنا جمعت الأصول وطرحت منها الخصوم بالقيم الجارية هيديني المجموع 3 مليون 640 ألف. لكن شركة النور ما بتستحوذش على 100%، لا بتستحوذ على 80% بس. يبقى إذا هنضربها في 80% يديني ما تمتلكه أو ما تستحوذ عليه شركة النور في شركة الطلائع، هيطلع لي 2 مليون 912 ألف. عندي تكلفة الاستثمار 3 مليون و60 ألف. لو قلت المعادلة عندي تكاليف الاستثمار ناقص او تكلفة الشراء ناقص صافي القيمة العادلة لأصول شركة الطلائع هيديني 148 ألف بالموجب، يبقى عندي هنا الجي عبارة عن شهرة موجبة. طيب حقوق الأقلية عبارة عن ايه؟ عبارة عن لو انا ضربت 3 مليون 640 ألف في 20% المتبقية، النسبة المتبقية اللي هي لا تمتلكها الشركة النور في شركة الطلائع هيديني 728 ألف. انا بحسبها عشان لما اجي اعمل ورقة العمل. بعد كده عندي هنا طبعا القيود انتوا عارفينها اما نعملها، فدي شيء مقرر يعني في الحالتين اللي فاتت، فمش هتبقى الامور صعبة بالنسبة لكم. هاجي ابدأ اعمل ورقة العمل. عندي ورقة العمل عبارة عن انقل اصول شركة النور زي ما هي، بس اخد في اعتباري ان النقدية اتأثرت نتيجة السداد النقدي وسداد التكاليف الاندماج المباشرة وغير المباشرة. وعندي ده بالنسبة للأصول. عندي شركة الطلائع بالقيم الجارية الأصول بتاعتها، هجمع أصول شركة النور زائد أصول شركة الطلائع يديني أصول الموحدة. أجي بالنسبة لأصل جديد استجد اللي هو حساب الاستثمار في شركة الطلائع اللي هو 3 مليون و60 ألف، والغرض إعداد القائمة الموحدة في خانة التسويات بستبعده. عندي استجدت برضو في هنا شهرة، الشهرة طلعت موجبة فبنزلها زي ما هي في قائمة، بحطها في التسويات وبنزلها في قائمة المركز المالي المجمع. هجمع الأصول الموحدة هيديني عندي 15 مليون 248 ألف. أجي خصوم الشركة، خصوم الشركة الأم زائد خصوم التبع أجمعها وأحطها في خصوم الموحدة. وعندي حقوق الأقلية هي خصم جديد استحدث بحطه في التسويات وبنزله في قائمة مجمعة اللي هو 728 ألف. بالنسبة لل حقوق ملكية شركة النور اتأثرت علاوة الإصدار طبعا انخفضت بقيمة تكاليف الإصدار الاندماج غير المباشر اللي هي قيام موظفي شركة النور بتحليل وتجهيز البيانات اللي هم مقدرهم كانوا 80 ألف، وبالتالي علاوة الإصدار كانت 500 ألف أصبحت 420 ألف. اتفقنا ان احنا بننزل حقوق ملكيه الشركه الام هي في قائمه المركز المالي الموحده، اما حقوق ملكيه شركه الطلائع فاحنا لغرض اعداد القائمه الموحده بستبعدها في خانه التسويه. يبقى كده خلص الجزء المتعلق بالاعداد قوائم مجمعه في تاريخ الاستحواذ في حاله السيطره الكامله وفي حاله السيطره الجزئيه.